علاقة حقيقية لاتفاقية التعاون بين جامعة الملك فيصل وصندوق التنمية الزراعية. هذا البرنامج أعد بيننا وبينكم على أسس علمية، ونتمنى إن شاء الله الاستفادة الكاملة من هذا البرنامج التدريبي. يهدف مشروع التمكين إلى تعزيز قدرات المساعدين الإداريين وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للتحول والعمل على مهام الباحث الزراعي، وذلك لمواجهة النقص في المورد البشري على بعض الوظائف الفنية لسد فجوات نقص عدد الباحثين، ومن أجل تقليل المخاطر المحتملة ورفع كفاءة أداء الأعمال، إضافة إلى القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات والمهام الأساسية والضرورية تجاه المستفيدين. نشكر إدارة الصندوق على إتاحة الفرصة لتطوير الموظفين والارتقاء بهم من مساعد إداري إلى باحث مساعد إداري، كما نشكر جامعة الملك فيصل على هذه الاستضافة والدورة المكثفة لمدة 12 يوم إن شاء الله، وإن شاء الله الجميع يستفيد منها. نشكر صندوق التنمية الزراعية على إتاحة الفرصة لنا كمساعدين إداريين للعمل كمساعدين باحثين زراعيين، كما نشكر جامعة الملك فيصل على إتاحة الفرصة. البرنامج إن شاء الله راح يرفع كفاءة الموظفين، وهدف وتتبع مع الرؤية 2030، وإن شاء الله نطلع بالاستفادة الكاملة جميعا بيننا وبين الجامعة. انضمام للبرنامج لتحويل مساعدين إداريين إلى باحثين لسد الفجوة المستقبلية على للباحثين. البرنامج بصفة عامة هو تحويل المساعد الإداري إلى باحث زراعي، وهي فرصة مستقبلية لي ولجميع الزملاء.